تماثيل غامضة، آلات من خارج كوكب الأرض، أماكن سرية ومفاعل نووي تاريخي. في هذه الحلقة ستتعرفون على أغرب الاكتشافات التي تم العثور عليها في أفريقيا. التمثال الضخم. يتم العثور على اكتشافات أثرية مهمة باستمرار في الأراضي الأفريقية، بعضها اكتشافات عادية لكن بعضها الآخر مثير للدهشة، ومن بينها تمثال ضخم على هيئة رجل يرتدي بعض الدروع. لم يسبق العثور على تمثال مشابه له من قبل، وأكثر ما يجعل هذا الاكتشاف مثيرا للاهتمام هو حجمه الهائل. تشير إحدى الفرضيات إلى أن هذا التمثال هو تجسيد لبعض الآلهة التي عبدها الأفارقة قديما، في حين تشير فرضية أخرى لكون هذا التمثال دليل على أن العمالقة قد عاشوا في منطقة قديمة. وعلى كل حال، فإن كلتا الفرضيتين مهمتان بالنسبة للعلماء، فالأولى تعني أن العلماء بصدد التعرف على إحدى الديانات القديمة التي كانت منتشرة في القارة السمراء، والثانية تعني أن العلماء بصدد التعرف على جنس بشري لم يتم اكتشافه من قبل. اكتشاف أعلى من الأهرامات. ما الاكتشاف الأثري الذي يمكن أن يكون أعلى من الأهرامات في أفريقيا؟ نحن هنا نتحدث عن قمة جبلية غريبة تم اكتشافها من طرف أحد الباحثين منذ حوالي 20 عاماً. قد تبدو تلك القمة عادية بالنسبة لكم، لكن آخرين لا يرونها كذلك، حيث إن عالم الجيولوجيا أنجيلو بيتوني يرى أن هذه القمة الصخرية في غينيا منحوتة على شكل وجه فتاة. وإذا نظرتم إلى تلك القمة عن كثب فسوف تلاحظون بعض التفاصيل المهمة، بما في ذلك ملامح الوجه وبعض تفاصيل الجسد. هذه القمة الصخرية ترتبط بإحدى القصص الشعبية القديمة في المنطقة، والتي تقول أن فتاة جميلة من سكان إحدى القرى المجاورة حلت عليها لعنة وحولتها إلى صخرة عملاقة. يقال أن ذلك حدث منذ حوالي 12,000 عام. من الغريب أيضاً أن ملامح الوجه الصخري لا تتطابق مع الملامح الأفريقية، بل إنها أقرب إلى الملامح الأوروبية، وذلك ما جعل الباحثين يشككون في جزء من تاريخ المنطقة، قائلين بأن أراضي غينيا قد سكنتها بعض القبائل الأوروبية منذ آلاف السنين. كما ربط آخرون هذا الاكتشاف بمدينة أطلانتس المفقودة، زعيمين أن الأوروبيين الذين عاشوا هناك هم سكان المدينة المفقودة. وعلى أي حال، فإن كل تلك هي مجرد فرضيات ما زالت تثير جدلاً في الوسط العلمي. الأرشيف السري. بما أننا تحدثنا عن أفريقيا فلا بد أن نتحدث عن مصر، التي تفاجئنا دائماً بالاكتشافات المهمة والمثيرة. بعض تلك الاكتشافات لم يتم الكشف عنها بشكل كامل لغاية اليوم، ومن بينها وجود غرفتين سريتين تحت تمثال أبو الهول. لطالما كان العلماء على يقين أن هذا التمثال العملاق يخفي بعض الأسرار، ومنذ عدة سنوات تم تأكيد ذلك جزئياً بمساعدة أجهزة المسح التي أكدت وجود غرفتين سريتين تحت كفي التمثال. المدخل إلى هناك مغلق والدخول إلى الغرفتين مستحيل. يعتقد العلماء أيضاً أن هناك مدخلاً آخر من خلال الرأس، لكن السلطات تمنع الباحثين من خوض تلك التجربة. أما بالنسبة لما تم إخفاؤه تحت التمثال، فإن الباحثين يعتقدون أن الغرفتين تخفيان العديد من السجلات المهمة، ومن بينها سجلات حول طريقة تشييد الأهرامات، تشييد أبو الهول، وغيرها من المعلومات التي قد تكشف الكثير من أسرار الحضارة الفرعونية. كما يعتقد الباحثون أن تلك السجلات قد تكون أكثر أهمية وتكشف لنا أيضاً عن أساليب العلاج الفرعونية، التقنيات الحديثة التي توصل إليها الفراعنة في وقتهم، وغيرها من الحقائق المهمة. لكن للأسف كل ما يمكن فعله حالياً هو التخمين، لأن الوصول إلى هناك ممنوع. أخناتون.
لطالما ربط علماء الآثار الفراعنة بالمخلوقات الفضائية، وذلك بسبب العديد من الآثار الغريبة التي عجز العلماء عن تفسيرها. وعند الحديث عن هذا الموضوع فنحن لا نتحدث عن المنشورات التي نراها على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، بل نحن نتحدث عن آراء العديد من العلماء والباحثين وأشخاص قدموا الكثير للعلم، ومن بينهم إيلون ماسك الذي تحدث في وقت ما عن رمسيس الثاني قائلاً أنه كائن فضائي. لكن رمسيس الثاني ليس الفرعون الذي يربطه العلماء بالمخلوقات الفضائية، بل إنه أخناتون والد توت عنخ آمون الذي تميز بمظهره الغريب للغاية، وذلك يشمل عينيه الممتدتين إضافة إلى جمجمته الكبيرة والممتدة نحو الخلف. صحيح أن الكثير من المراجع أشارت إلى أن المصريين القدماء تعمدوا تشويه جمجمة أفراد الطبقة النبيلة منذ طفولتهم لتمييزهم عن بقية أفراد المجتمع، لكن تميز أخناتون لم يكمن في مظهره فقط، بل أيضاً فيما يظهره نقش بارز في معبده، حيث يظهر أخناتون وهو ينظر إلى جسم طائر دائري الشكل وشبيه بالأطباق الفضائية التي نراها في أفلام الخيال العلمي. إضافة إلى ذلك فإن الحمض النووي لأخناتون يحمل جينات غير بشرية، وذلك ما وضع العلماء أمام فرضيتين: إما أن الفراعنة وجدوا طريقتهم إلى عالم الجينات قديماً ونجحوا في تعديل الحمض النووي لأخناتون، أو أن أخناتون ينحدر من جنس غير بشري. قرص صابو. إنه الاكتشاف الذي يؤكد أن مصر مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالكائنات الفضائية. تم العثور على هذا القرص أثناء التنقيب في إحدى المقابر الفرعونية في سقارة. في البداية تم تحطيم القرص عن طريق الخطأ، ولكن بعد ترميمه تبين أنه قرص دائري يشبه قليلاً المروحة ومجوف في المنتصف. حسب الدراسات فإن عمر القرص يصل إلى 5000 عام، لكن ما عجز العلماء عن فهمه هي الغاية من وجود هذا القرص. يعتقد البعض أنه جزء من فانوس قديم، لكن الفوانيس لم تكن بهذا الشكل. تشير فرضية أخرى إلى أنه مجرد صحن لتناول الطعام، لكن من الصعب وضع الطعام في صحن بهذا الشكل. كما تشير فرضية أخرى إلى أن القرص كان يتم تثبيته على وتد عمودي، ثم يتم وضع العطر فوقه وتدويره بسرعة ليعمل مثل البخاخ الذي ينشر العطر في الأرجاء. لكن لو كان الأمر كذلك لتم العثور على العديد من القطع الأثرية المشابهة. وبما أن العلماء عاجزين عن فهم طريقة استخدام هذا القرص أو حتى سبب تصميمه بهذا الشكل، فذلك يدفع كثيرين لربط هذا القرص بالكائنات الفضائية. المفاعل النووي. إذا تحدثنا عن الوقت الحالي فوجود مفاعل نووي في قارة أفريقيا هو أمر عادي. يمكن العثور على مفاعلات يتم استعمالها لأغراض بحثية في كل من المغرب والجزائر ومصر وجنوب أفريقيا. لكن ماذا عن مفاعل نووي موجود منذ مليارات السنين؟ إنه الاكتشاف الذي أذهل الباحثين في الغابون، وذلك بعد أن تم استخراج كتل من اليورانيوم وتبين بعد دراستها أنه قد تم تخصيبها بالفعل. كان ذلك المنجم أشبه بمفاعل نووي طبيعي عمره ملياري عام. أما التفاعلات النووية فقد استمرت هناك لحوالي 500,000 عام تقريباً. أكثر ما أثار ذهول العلماء هو أن العملية تمت بطريقة طبيعية دون تدخل بشري، ولغاية الآن لم يستطع العلماء تفسير طريقة حدوث هذه العملية في الطبيعة. وإذا لم تكن العملية طبيعية فذلك يعني أن إحدى الحضارات قد كانت شديدة التطور ونجحت في استغلال ذلك اليورانيوم منذ وقت طويل. رسم ماري. الآن سنغادر القارة الأفريقية لنرى أشياء عجيبة أخرى من مختلف أرجاء العالم. الوجهة هي أستراليا. هناك يمكن رؤية العديد من الحيوانات والنباتات الغريبة، لكن ما يهمنا هو شيء آخر. إنه رسم عملاق معروف باسم رجل ماري، وهو عملاق لدرجة أنه من غير الممكن رؤيته من على الأرض، بل أن الأمر يتطلب استخدام طائرة. يصل طول الرسم إلى 2.7 كيلومتر وهو ليس قديماً جداً. ظهر هذا الرسم فجأة في عام 1998 ولا أحد يعرف المسؤول.
وبما أن الطائرات تمر باستمرار فوق المنطقة فإن الأكيد هو أن إنجاز الرسم لم يستغرق أكثر من أسبوعين فقط. هناك بعض الفرضيات، ومن بينها تلك التي تقول أن الرسم هو من إنجاز فنان أسترالي مجهول. فرضية أخرى تقول إنه من إنجاز سكان المنطقة دون تبيين الغرض من ذلك. أعلنت السلطات المحلية عن جائزة مالية ضخمة لمن يفصح عن هوية الفنان الذي قام بهذا العمل، كما تعهدت السلطات بعدم وجود أي عقوبات قانونية. لكن ورغم ذلك فإن منجز هذا العمل لم يظهر إلى العلن أبداً، وذلك ما دفع الكثيرين للقول بأن المخلوقات الفضائية لها اليد بطريقة ما في ظهور هذا الرسم. الكرات الغامضة. الآن سنتحدث عن كرات غريبة تم العثور عليها في أريزونا في عام 2013. تميزت تلك الكرات بلونها الأرجواني إضافة إلى بنيتها الشفافة، كما أنها لم تكن صلبة فقد كانت مصنوعة من مادة رخوية. لم يسبق لأحد العثور على كرات مشابهة في وسط الصحراء من قبل، ولذلك جذب هذا الاكتشاف انتباه المجتمع العلمي. في البداية اعتقد العلماء أنها ربما نوع من النباتات أو الفطريات، لكنها ليست كذلك. لا يوجد أي فطر أو نبات بهذا الشكل. توجد فرضية أخرى مفادها أن تلك الكرات هي مواد صناعية يتم استخدامها للزينة، لكن هذه الفرضية أيضاً تفتقر لدليل. ولغاية العثور على مصدر تلك الكرات فإنها تبقى لغزاً يحير العلماء. الأطراف الصناعية. هذا الاكتشاف يثبت لنا أن البشر ابتكروا الأطراف الصناعية منذ وقت طويل، لكن الأطراف الصناعية في العصور القديمة كانت مختلفة، وذلك ما يؤكده الهيكل العظمي الذي عثر عليه في شمال إيطاليا. إنه هيكل عظمي لرجل قام الأطباء بتركيب سكين بدل يده المقطوعة. في البداية اعتقد العلماء أن السكين كان مدفونا مع الجثة، ولكن بعد دراسة الهيكل العظمي جيدا تبين أن اليد تم بترها على مستوى الساعد، وتمكن الأطباء من تركيب سكين بدلا منها. ربما انكسرت اليد أو تشوهت بسبب حادث فقرر الأطباء التخلص منها. إضافة إلى ذلك فقد أثبتت الخدوش الموجودة على الأسنان بأن ذلك الرجل استخدم السكين بشكل مستمر لتنظيف أسنانه، وكل ذلك حدث قبل 1500 عام. آثار في غير مكانها. بعض الاكتشافات التي تحدثنا عنها قد لا تكون قادرة على تغيير صياغة التاريخ، لكن الاكتشاف الذي سنتحدث عليه الآن يمكنه فعل ذلك. الاكتشاف عبارة عن رؤوس خزفية من المفترض أنها كانت جزءاً من منحوتات صغيرة. تم العثور على تلك الرؤوس في المكسيك، وهو أمر طبيعي نظراً لأن الأراضي المكسيكية كانت موطناً للعديد من الحضارات المتعاقبة. لكن المشكلة هي أن الرؤوس تعود لأواخر القرن الخامس عشر، لها ملامح قوقازية وهي مشابهة لملامح تماثيل أخرى تم العثور عليها في الهند. فكيف وصلت تلك التماثيل إلى المكسيك؟ تشير إحدى الفرضيات إلى أن كولومبوس قد أخذ بعض التماثيل معه خلال إحدى رحلاته، لكن تلك الفرضية تفتقر لدليل يثبت صحتها، فلا يوجد أي سبب يدفع كولومبوس لنقل التحف الأثرية من مكان إلى آخر. فرضية أخرى تقول أن أحد السياح أو أحد أفراد البعثات العلمية قد قام بنقل بعض الآثار فقط لإرباك العلماء وجعلهم في حيرة من أمرهم، لكن من غير المرجح أن يفعل أحد ذلك. أما الفرضية الأقرب إلى المنطق فتقول أن التماثيل ربما وصلت إلى المكسيك بطريقة طبيعية، وذلك بعد أن جرفتها الأمواج عقب غرق السفينة التي كانت تحملها. وعلى أي حال فإن العلماء يعتقدون اليوم بأن هذا الاكتشاف دليل على وجود علاقة ما بين الحضارة الرومانية التي حكمت منطقة القوقاز قديماً والحضارات التي تواجدت على الأراضي المكسيكية في نفس الفترة التاريخية. وإذا كان ذلك صحيحاً فإن التاريخ البشري بحاجة لأن تتم صياغته من جديد. أعزائي متابعي قناة هل تعلم؟ إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس.
إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.